بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما زلنا معاكم وداخلين على نص رمضان. سبحان الله يا جماعة، صدق الله تبارك وتعالى، أياما معدودات. شوفوا رمضان فات 10 أيام، فات 10 أيام من أغلى أيام في السنة. يا جماعة يا ترى أخبارنا إيه في 10 أيام اللي فاتوا؟ ويا ترى راضين؟ راضي عن نفسك؟ يعني محدش طبعا راضي كمال الرضا، بس مبسوط. هتقول لي طب هو ينفع ان انا انبسط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. فرحان، حس انك مبسوط بالعشر ايام اللي فاتوا. الحمد لله، الحمد لله. انا عايز احسن من كده، بس انا مبسوط. انا احسن كتير من السنه اللي فاتت. انا عملت حاجات ما كنتش بعملها. انا الحمد لله ماشي في الورد القراني بتاعي. الحمد لله ما فوتتش ولا يوم قيام ليل. أنا حافظ الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مش هفوت ولا يوم، وهكمل كده بمنتهى الجدية. الصدقة أخبارها إيه؟ أنا عمال أفطر ناس صايمين، لأن أنا عارف إن من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم وكان عتقا لرقبته من النار. الأخبار إيه؟ ناوي تشد لغاية ما يخلص رمضان بمنتهى القوة، داخل السبق. وفاكر أول يوم لما قلنا لن يسبقني إلى الله أحد؟ فاكرها؟ بتعملها؟ حاسس بيها؟ فاكر لما كنت بتقول أنا الشهر ده وقف لله تعالى؟ فاكر لما كنت بتقول في أول الشهر يعني سأعبدك يا رب كما لم أعبدك من قبل؟ فاكرين كنا متفقين على شوية شعارات كده في أول رمضان؟ يعني الهمة طيب، يعني احنا امبارح الحقيقه كان الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا بنقول: وازواجه امهاتكم. وهو يبقى قلنا اذا كان ازواجه امهاتكم يبقى هو اب لكم، وانما انا لكم بمنزله الوالد. والحقيقه جالنا كميه ايميلات على الموقع على الانترنت عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم. حاجه مدهشه، كميه الشباب اللي قلوبهم والنساء والرجال اللي قلوبهم متصله بحب النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه كده تملى القلب فرحه وامل. والله طول ما الناس دي بتحب نبيها القدوه بيحبوه كده، يبقى الامل كبير قوي في نصر الامه دي. الحقيقه فامبارح كان زوجاته امهاتهم، وكنا بنقول انما انا لكم بمنزله الوالد. تعالوا ننزل بقى تحت خطوه ونتكلم النهارده عن حاجه لها علاقه بالكلام ده. تعالوا نتكلم عن ايه؟ تعالوا نتكلم عن بر الوالدين. تعالوا نتكلم على ابائنا وامهاتنا. يا رب يكون الشباب بيتفرجوا على الحلقه دي، ويا رب يكون الامهات والولاد قاعدين مع بعض بيتفرجوا على الحلقه دي. وانا الحقيقه يعني قعدت افكر، هي ليه تسميت بر الوالدين؟ ليه ما تسميتش، ليه ما اختارش النبي صلى الله عليه وسلم طاعه الوالدين؟ اشمعنى بر الوالدين؟ أصل كلمة البر شاملة كل معاني وخصال الخير، شاملة الرحمة وشاملة العطف وشاملة العطاء وشاملة التضحية وشاملة الحب وشاملة الإحسان، وكل ده يشمله كلمة بر. طب وليه ربنا ما سماش، أو ليه النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة عقوق الوالدين؟ العكس بقى، إشمعنى عقوق الوالدين؟ ليه ما تسميتش عصيان الوالدين؟ أصل عارفين عق أصعب من عصيان قوي. عارفين عق يعني إيه؟ عق الثوب أي شقه ومزقه. يعني إيه؟ يعني اللي ما بيطيعش أبوه وأمه مزق علاقته مع ربنا. فاستخدم كلمة عقوق عشان يقولك علاقتك مع ربنا ساعة ما بصيت لأمك بتحدي اتقطعت. شوفوا كلمة العق، استخدام عجيب أوي، استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للمصطلحات. لما تدقق ليه النبي استخدم دي مش دي؟ ليه قال عقوق ما قالش إغضاب أو ما قالش عصيان؟ لأن العق من الشق والتمزيق. فعق والديه أي مزق، لما أغضبهم مزق وشق علاقته مع الله. يعني أنت اللحظة اللي رفعت صوتك على صوت أبوك، اللحظة دي كنت قبليها بتصلي ركعتين، اتقطعت علاقتك مع ربنا لغاية ما أبوك يرضى. فالعلاقة ممزقة مع رب العالمين. احنا في رمضان يا جماعة. لا، وعق لها معنى تاني. عق الماء اي صار مرا، مرر الماء. الماء العق اي الماء المر. يعني ايه؟ يعني يعاقل ابوك وامك حياتك هتبقى مريرة كالماء المر الى ان يرضى الاب والام. فبقى عقوق الوالدين، شوفوا ده احنا لسه ما ابتديناش الكلام، ده احنا لسه ما دخلناش في الايات والاحاديث. بقى عقوق الوالدين لها مصيبتين. المصيبة الأولانية
انك قطعت ومزقت علاقتك مع ربنا. اتقطعت يعني ترك الصلاة نهى العلاقة مع ربنا، لكن ده مزق قاصد، مزق علاقته بربنا. عارف العاقل ابوه وامه بيقول لربنا ايه؟ وادي علاقتي معاك اهي. لا ده المعنى الاولاني للعيق. طب والمعنى الثاني للعيق؟ حياتك مرة، هتعيش عيشة مريرة. يلا ابوك وامك غضبانين، يلي اتجوزتي عرفي من وراء ابوك وامك، وابوك كان هيقع من طوله ميت، حياتك مريرة لغاية ما ابوك يرضى، مريرة. يلي ابوك وامك نفسهم يقعدوا معاك ومش عارفين لان انت منغلق على اصحابك، هيموت ابوك وامك وحيفضل لك اصحابك، بس حياتك هتبقى مريرة. الماء العق اي الماء المر. ولذلك يا جماعة لما بيتولد الولد بنعمل له ايه؟ عقيقة. يعني ايه؟ ليه تسمت عقيقة؟ ليه تذبح وتعمل وليمة وتتسمى عقيقة؟ تتسمى عقيقة لتحمي من العقوق في الكبر. كأن انت بتذبح. شوفوا الدين ده حلو قد ايه، بيعلم ايه؟ علشان تحميك، اتضحله دلوقتي علشان ربنا يحميهولك ان هو يعقك في الكبر. اللي ما عملش العقيقة لابنه يعملها، يلحق يعملها ويضمن عدم العقوق في الكبر. شوفوا المعاني عمالة تتربط ازاي. ولذلك يا جماعة العلماء اصطلحوا واتفقوا ان تاني كبيرة في الاسلام قبل شرب الخمر، قبل ترك الصلاة، عقوق الوالدين. يعني الاشراك بالله واحد، اتنين عقوق الوالدين، فهي من الكبائر. يقول النبي الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. ويجي في حديث تاني الا ادلكم على اكبر الكبائر؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين، فهي كبيرة وهي من أكبر الكبائر وهي ثاني الكبائر. يا جماعة الموضوع خطير. لا ده مش كده وبس، ده الموضوع أكبر من كده. إيه؟ إن الصغيرة في حق الناس، لما تعمل صغيرة في حق الناس، غلطت في حق واحد، عملت زقيت واحد كده، دي صغيرة يعني، غلطان عليك ذنب بس صغيرة، تتحول الصغيرة في حق الأبوين إلى كبيرة. أي صغيرة في حقوق الناس لما تعملها مع الأب والأم تتحول إلى كبيرة. والعكس لا يكفر الكبائر إلا بر الوالدين. شوفوا كل حاجة في بر الوالدين وعكسها. أنا بقول الكلام ده ونفسي يا شباب يا بنات قلوبكم بقى ترق كده، مش يا شباب ويا بنات وبس، يا متجوزين يا متجوزات، الحقوا قبل ما أبائكم يموتوا، بروا أبائكم والحقوا الفرصة العظيمة دي. طب لو عقيت هيحصل إيه؟ معلش هوجعك شوية. بص لو عقيت هيحصل إيه؟ يحصل لك في الدنيا 7 حاجات ويحصل لك في الاخره 3 حاجات. لو يعني لو انت عاقل ابوك وامك، ومات ابوك وامك وانت ما تبتش، او ماتوا وانت ايه فضلت العلاقه فتره كده، او ماتوا وانت غضبهم، في الدنيا 7 حاجات وفي الاخره 3 حاجات. اول حاجه، اول مصيبه في الدنيا يطفئ الله نورك. يعني ايه؟ وشه مظلم، ده عاق، وشه مظلم، حياته ظلمه كده، حياته نكد وضلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك، رواه الحاكم. احفظ ود أبيك، خلي أبوك خليك محافظ على ودك مع أبوك، لا تقطعه فيطفئ الله نورك. يبقى أول مصيبة في الدنيا، أول حاجة من 7 يطفئ الله نورك. 2 الذل في الدنيا، هتعيش ذليل. النبي اللي بيقول الكلام ده يا جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف الرغام يعني التراب، يعني وشه اتملى تراب، يعني ذل. رغم أنف ثم رغم أنف. الصحابة اتخضوا، قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر ثم لم يدخله الجنة. يبقى واحد، وشك ضلمة وحياتك ضلمة. 2 ذل في الدنيا. 3 تعجيل العقوبة في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة مثل قطع الرحم، فاكرينها قلنا نفس الحديث ده، مثل قطع الرحم وعقوق الوالدين، يعجل الله لصاحبه العذاب في الدنيا قبل الآخرة. 3 4 و4 دي خطيرة. نزول المصائب عليك، تنزل عليك مصائب شديدة. الحديث بيحكي أن جرير العابد كل شوية، هو راجل عابد جدا يعني، كمان مش راجل عاق، ده راجل عابد جدا، فهو واقف بيصلي فأمه بتنده عليه، فقال يا رب أمي وصلاتي
أعمل مين فيهم؟ فأقبل على صلاته، ده كمان عابد. فجاءت في يوم آخر فقالت يا جرير، فنادت عليه فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته ما ردش عليها. يا جماعة دي صلاة، مش التليفون وأمي، ده البنت بتبقى بتتكلم في التليفون نص ساعة وأمها بتنده عليها لما خلص وتزعق في أمها. يا جماعة يا بناتي اللي بتعملوا كده، يا شباب يا اللي ممكن تكون أمك بتنادي عليك تقوم واخد باب الشقة وخارج، يا شباب يا اللي أمك تقعد تضرب لك على الموبايل قلبها محروق وهي تقول ياه وانت تقول ياه، دي هتقعد بقى تقول لي انت فين وتخاف عليا زي العيال الصغيرين مش راضد عليها، وتحط الموبايل سايلنت عشان أمك يفضل قلبها محروق. يا اللي بتعمله كده اسمع المصايب اللي هتنزل على الجرير العابد. عابد يا رب أمي وصلاتي، وراجل كويس، صلاتي ربنا يا رب أمي وصلاتي صلاتي. فلما عملها معاها ثلاث مرات تعبت الست، فقالت اللهم لا تمته حتى تسلط عليه الزانيات. دعت عليه فطلعت امرأة فجأة وهو من أعبد بني إسرائيل، اتهمته أنه هو زنى بيها، وطلعت الإشاعة وهو بريء، إشاعة بلاش أصل، وانتشرت الإشاعة وملت الدنيا وجرير بريء ما عملش حاجة، لغاية ما الأم، هي الأم مش واخدة بالها من اللي بيحصل، لغاية ما الأم رضيت نادت عليه مرة فأجابها، فإذا بالمرأة تعترف ما حصلش. كأن الدنيا دي كلها بتتقسم مصايبها حسب قلب الأم، قلب الأم رايح فين؟ تنزل المصيبة أو تترفع المصيبة؟ شوفوا على إيه يا جماعة؟ شوفوا المصيبة نزلت على إيه؟ على تطنيش الأم، طنش أمه. يا ده إحنا بن تطنيش؟ ده في ناس بتتعمد إنها قدام صحابها يوري نفسه إنه راجل. يا شباب يلي عندكم 16 سنة، أوعوا تفتكروا الرجولة في السن دون، أوعوا تصدقوا فيلم أو مسرحية تعلمك إن الرجولة إنك تتكبر على أبوك أو تعامل أبوك بإهانة، أوعى تصدق الكلام ده، الكلام ده يودي جهنم. أوعى تصدق وتقول ما هي دي المرجلة يا 16 سنة، يا شباب يلي في السن ده، يلا أكبر من كده وبقيتوا عاقلين، أوعوا تعملوا كده. أمي وصلاتي، نزول المصائب. يبقى واحد يطفئ الا نورك، حياتك ضلمه ووشك ضلمه. اتنين، مصايب عماله تنزل عليك من السماء. تلاته، ذل في الدنيا. اربعه، تعجيل العقوبه. خمسه، دي صعبه قوي، صعبه قوي. ايه هي؟ لسانك ما ينطقش بالشهادتين عند لحظه الموت، وحشه قوي، تخوف قوي. خلي بالكم يا جماعه يا شباب، احفظوها كده، احفظوها. الشاب اللي عاقل أبوه أمه وهو بيموت ما بيعرفش ينطق الشهادة. الشاب العاقل، البنت العاقل أبوها وأمها وهي بتموت ما بتعرفش، يتحط على لسانها جبل عايزة تقولها مش عارفة. القصة دي مش من عندي، علقمة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علقمة لأم وله زوجة وعيال، فسيدنا علقمة والأمور ماشية، صحابي ويفضل الامور ماشيه والنبي راضي عنه والامور كلها كويس زي الفل، صحابي كويس قوي وعابد وما شاء الله زي الفل كله تمام الحمد لله. سيدنا علقمه جت لحظه وفاته، فجي ينطق بالشهادتين، ينطقوه ما ينطقش، يتكلموا معاه يتكلم، يقولوا له قول الشهادتين، مش عارف ينطق، يتكلموا معاه يتكلم، قول الشهادتين، مش عارف ينطق. فراحوا للنبي، يا رسول الله مش عارف ينطق الشهادتين وهو بيتكلم. بص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أله ام، فاهمين المعنى؟ يعني ما بينطقش الشهادة وبيعرف يتكلم وهو راجل بيصلي ومش بتاع معاصي كبائر، باينة خالص على طول، مش عارف ينطق الشهادة ليه؟ أكيد الأم غضبان. أله أم؟ فقالوا نعم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، قال هل في شيء في قلبك شيء من علقمة؟ خلي بالكم ما كانتش بتقول، أصل أوعى تقول لا أصل أنا أمي، يحسن يكون جواها حاجة وأنت مش عارف، روح راضية بوس إيديها، يحسن يكون في حاجة وهي مش راضية تقول لك. انا خايف على نفسي انا بقول الكلمتين دول وابويا وامي حاضرين معايا، يعني انا خايف فمش عارف ينطق. فراح النبي للست فقال لها هل في شيء في قلبك شيء من علقمه؟ قالت نعم يا رسول الله. ياتي بحلو الفاكهه فيطعمها لاولاده وزوجته ويعطيني انا مر الفاكهه. بس بيفضل ولاده ومراته. طب ايه رايكم في اللي بيفضل صحابه؟ ايه رايكم اللي كل ما ابوه وامه يقول له تعال نخرج يا ابني مع بعض، اصل انا خارج مع اصحابي، طب تعالى نسافر يومين مع بعض اصحابي، ولو سافر معاهم يكئبهم قاعد مع اصحابه على التليفون او قاعد مع الكمبيوتر وقافل على نفسها الاوضه بالمفتاح، مش عايز اقعد معاكم، هو بالعافيه مش عايز اقعد معاكم. علقمه علشان بيفضل ولاده على امه مش عارف ينطق الشهاده، فقال النبي الراجل هيموت وفي النزع الاخير،
فالنبي عايز يحرك قلب الأمة، ما تحركش قلب الأمة هيموت ربنا غضبان وما عرفش ينطق الشهادة، لسانه مش هينطق. فقال النبي أوقدوا نارا، تعالي ألقوا علقمة أمام أمه. هو النبي مش هيعمل كده، هو النبي بيعمل إيه؟ بيحرك القلب. فتولعت النار ولسه القلب مش راضي، فلما شافت ابنها هيتاخد القلب اتحرك. فقالت يا رسول الله رضيت عنه ورضيت عنه، فإذا بعلقمة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فنظر النبي إلى الصحابة وقال انظروا، هو الموضوع كده، هو الموضوع كده، نطق فجأة لسانه اتحرك. اللسان ساعة الموت مش بتاعك على فكرة، يخونك لسانك أحوج ما تحتاج إليه لحظة الموت والسبب. طب افرض بقى أمك ماتت والنبي مش موجود، النبي عرف يحل الموضوع، النبي مش موجود دلوقتي. طب افرض أمك ماتت وانت لسه عايش وكانت غضبانة قبل ما تموت، هتنطق ازاي؟ ده انت محتاج بقى توبة وتروح تعمل لها حج وتعمل لها عمرة وتقعد تستغفر ليل ونهار وتطلع صدقات عشان بعد ما ماتت ترضى. ما انا برضو عايز اقول ان في حل للاباء، هم ماتوا هم غضبانين عليهم، ده انت عايز، بس انت عايز توبة غير عادية. لا لا لا، انت مش عايز توبة زي توبتنا، ده انت عايز مبالغة في التوبة وتقعد تعمل لها حسنات كتيرة قوي لغاية ما ربنا يرضى، يا حسن تيجي تموت ما تعرفش تنطق. واضح المعنى؟ شفتوا الخمسة دي خطيرة؟ احنا كل ده لسه خطورة يطفئ نور وجهك، الذل في الدنيا، تعجيل العقوبة في الدنيا، يعني فاكرين المصائب الشديدة في الدنيا يخونك لسانك ان انت تنطق. حاجة تانية، لو دعت عليك دعائها مستجاب، لو دعت عليك دعاءها مستجاب. يقول النبي ثلاثة لا ترد دعوتهم، مش ممكن ترجع دعوتهم، ودعوة الوالد على ولده مستجابة. واحدة من الثلاثة دعوة الوالد على ولده. أقول لك السبعة دي للمتدينين توجع قلبهم قوي، عارف السبعة إيه؟ لا تدخل القدس فاتحا حين يدخلها المسلمون. حديث بيرويه الإمام أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاب الحديث ده كأنه بيقول للمتدينين اللي بيشتاقوا ما انتش رايح مش هتروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل حائط القدس مدمن خمر وعاقل والديه حين تفتح. الحديث اللي بيبشر به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بفتح القدس، مش هتدخلها مش هتروح وانت مؤمن مش رايح، امك ربانة. شفت السبعة اللي في الدنيا؟ طبعا تعالى اقول لك الثلاثة اللي في الآخرة. الثلاثة اللي في الآخرة، واحد لا ينظر الله إليك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث اللي يرعى لأهله اللبس الفاضح والحرام ولا يتحرك قلب ولا يغار ولا يمنع ذلك. ثلاثة لا ينظر الله إليهم، لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ما يطهرهمش، خليك بنجاستك ديا، ولهم عذاب أليم. عايز وضوح أكتر من كده؟ اثنين لا يقبل الله عمله، العمل ما يقبلش. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن أديت الصلاة وزكيت وحججت وصمت رمضان يقبل الله مني؟ فقال يقبل منك، أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلا أن تكون عاق لوالديك قاطع لرحمك. فاكرين قطع؟ بص هتبقى مع النبيين بس ما تقربش من دي. يعني كأنك لو حفظت على أركان الإسلام الخمسة دون عقوق ضمنت أنك تبقى مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الأخيرة، إن يؤخر دخولك الجنة إلى آخر البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق. لغاية إمتى؟ حتى يقضى بين الخلق. سبعة في الدنيا وثلاثة في الآخرة. أحكي لكم نماذج العقوق، أنا عمال طول ما أنا بحكي نماذج العقوق، شايفين يا جماعة؟ أقول لك من نماذج العقوق إيه؟ من نماذج العقوق حاجة صغيرة قوي، إنك تحد البصر لأبوك وأمك، تبص لهم ببصة فيها حدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حد النظر لأباه وأمه فأنا بريء منه يوم القيامة. احنا امبارح عرفتوا ليه انا بتكلم النهارده على بر الوالدين؟ عشان كنت بكلمك امبارح على حب النبي. بريء، النبي بريء منك يوم القيامة. من ده الايه؟ احد النظر. احنا بنسمع دلوقتي على شاب بيزق امه وبياخد الفلوس قدامها غصب عنها، يا نهار ابيض. تخيل لو بكت، يا نهار ابيض. عارف لو بكت؟ غضب في السماء عليك، غضب، مصيبه هتنزل عليك دلوقتي.
تخيل لو ماتت الليلة دي، أو أبوك مات الليلة دي، أو أنت مت الليلة دي وهم غضبانين، إزاي؟ الشباب بيعملوا حاجة بينهم وهم مش فاهمين إن دي من أكبر الكبائر. شباب قاعدين مع بعض وبيشتموا بعض بالأب والأم، يا ابني كذا ويا ابني كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه وأمه. فقيل له كيف يلعن أباه وأمه يا رسول الله؟ قال يسب أبا المرء وأمه فيسب أباه ويسب أمه. من أكبر لسانك، اوعى أبوك وأمك، روح لأصحابك قول لهم اللي هيشتمني بأبويا وأمي بعد كده أنا ما عنديش استعداد عشان أهزر معاك وعلشان تقولوا أن أنا دمي خفيف وأن أنا واد جدع، أن تكون النتيجة أن أنا أدخل جهنم، وأن النبي يقول لي أنا بريء منك يوم القيامة، وأن إن أبويا وأمي أفاجأ يوم القيامة أن هم غضبانين عليا ويجي لساني ما ينطقش الشهادة عشان خاطر أصحابي ينبسطوا. اللي هيشتمني بأبويا وأمي بعد كده أنا مش هتعامل معاه، مش بقولك اتخانق معاه، انت انتهت صداقتك بيا، يا تحترمني وتحترم ابويا وامي لان انا ما عملتش الكبائر، يا اما انهي علاقتك معايا دلوقتي. واضح يا جماعه المعاني دي؟ بس الحقيقه كلمتكم على العقوق جامد قوي، انا الحقيقه عايز اركز على حاجه تانية. انت قلبك ما بيتحركش بالحب ليهم، انا عايز اكلمك على الحنان. كفايه بقى كلام في الحاجات السبعه والثلاثه والحاجات، انا عايز اكلمك على العطف، عايز اكلمك على الحب. يا جماعه يا شباب، احنا كلنا بنبص للمستقبل، عمالين نبص للمستقبل والذريه والجواز والحب والفلوس والنجاح والعيال، وعمالين نرمي الماضي، الماضي اللي وقفنا على رجلينا، الماضي اللي انت فيه دون بسبب ابوك وامك، اللي انا فيه دون بسبب ابويا وامي. هتنسى الماضي؟ علشان كده يا جماعه قول الله تبارك وتعالى، الايه دي جميله قوي، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، سوره الاسراء، وبالوالدين احسانا. خلي بالك مش محتاج يوصي الآباء على الأولاد لأن الآباء كده كده فطرتهم، لكن محتاج يوصي الأبناء على الآباء، وبالوالدين إحسانا. وبعدين يقول لهم إيه؟ إما يبلغن عندك الكبر. فكرك بإيه؟ بشيخوخة أبوك وأمك. فاكر جدك؟ فاكر جدك أبوك وأمك كانوا بيعملوا إيه مع أجدادهم؟ مع أبوهم يعني؟ فبيفكرك بالكبر لما أبوك ما عادش قادر يمشي وانحنى ظهره وتركيزه قل وقدرته على التركيز قلت وصحته ضعفت. إما يبلغن عندك الكبر، فكرك بالكبر عشان يرقق قلبك. على فكرة الآيات دي كلها، كل الآيات اللي في القرآن اللي جت على بر الوالدين ما جتش على هنعذبكم لو ما برتوش أبائكم، اتكلمت على ترقيق القلب. يا أخي أمك أبوك، كل الآيات كده بتطبطب عليك، ده أبوك أمك، أنت ليه غيرهم؟ إما يبلغن عندك الكبر. وشوفوا كلمة يبلغن عندك كأنه بيقول لك إيه، هم معقولة ترميهم عندك في بيتك؟ معقولة توديهم بيت مسنين؟ أنا لسه سامع قصة مدارح والله أبكتني. بيت المسنين اترمى فيه الأب والولاد، بقى كل واحد مع مراته وعياله، المستقبل وعايشين حياتهم لغاية ما الأب مات. فاتصل بيت المسنين بالولاد، أبوك مات، قالوا له هو كان لسه عايش؟ هو كان لسه عايش. جات لي القصة على النت، فالواحد بكى، يعني الجحود للدرجه دي؟ فشوف ربنا بيرقق قلبك ازاي. اما يبلغن عندك الكبر، يعني هيروحوا فين غير عندك؟ عمال يقول لك حن يا اخي عليهم، تسيبهم لمين غيرك؟ اما يبلغن عندك الكبر ويعجزوا الشيخوخه احدهما او كلاهما. ما تقولش بقى هو انا كمان هاخد بالي من الاثنين، او كلاهما فلا تقل لهما اف. اول بدايه اوعى تبقى متضايق منهم، اوعى تقول ابويا بقى ده قديمه قوي، شوف بقى طول النهار هيقعد يقول لي كذا. حتى لو غلطان اوعى، حتى لو ابوه غلطان اوعى. اوف دي مش كلمه، اوف دي هوا، اوف دي ما تطلعش. فما بالك باللي اكبر من اوف؟ ضايقتيني بقى، بلاش بقى شغل الخوف اللي انت بتبالغي فيه دون، بطلي تخافي عليا كده، يوه زهقتيني. ولا تقل لهما اوف. اللي بعدها ولا تنهرهما. اوعى توصل في يوم من الايام تقول له يا ابويا بقى انت كبرت بقى. انتوا عارفين لما الاب والام يكبروا فيبدا الاولاد يقول لك اصل هو كبر وتركيزه قل فبضطر ازعق فيه عشان يفهمني فبشخط في ابويا وامي. ده بيحصل كتير، ومن ناس بره، وبيقول لك بعمل كده عشان مصلحته. ولا تنهرهما، دي بتكلم دول، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني شوفوا كلمه كريمه دي، دول اكرموك وانت صغير، اكرمهم. تهين ابوك وامك. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل.
من الرحمة. عارف يعني إيه؟ ما جاش في القرآن كلمة ذل نفسك لحد الله ربنا إلا لأبوك وأمك. يعني الذل لله فقط؟ لا، وأبوك وأمك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فكرك بذكريات الطفولة. فبدأ الآية بيذكرك بإيه؟ بشيخوخة الأب والأم، وختم الآية بيفكرك بإيه؟ بذكريات طفولتك. فاكر؟ فاكر لما شالتك؟ فاكر كم؟ فاكر لما كنت بتعيط وتمسك في أمك وتقول؟ فاكر لما أمك خرجت وسابتك لوحدك في البيت أو سابتك مع حد تاني غريب وقعدت تعيط عشان عايز أمك؟ ياه بقى. وفاكر هي ضحت قد إيه؟ يا جماعة ما فيش حد مننا من اللي قاعدين هنا ولا بيسمعونا على التليفون وعلى التلفزيون إلا وأنا آسف يعني، إلا وتبول على حجر أمه. ما فيش حد مننا إلا ونقص الكالسيوم في جسم أمه علشان الولد دون ياكل ويشرب. ما فيش حد مننا إلا وأمه منعت نفسها من الخروج والفسح هي وأبوه عشان الولد ينبسط. ما فيش حد مننا إلا وهو صغير كان الأب والأم بطلوا يروحوا الحتت اللي هم وهم شباب كانوا بيحبوا يروحوها عشان يفسحوا في الحتت اللي هو بيروحها. أب وأم شباب، إيه اللي يوديهم المراجيح عشان الولد؟ تقوم لما تكبر تعمل فيهم كده. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فاكر؟ شوفوا حلاوة القرآن. فاكر أمك دي عملت إيه؟ فاكر طبطبت عليك قد إيه؟ فاكر لما كنت تروح وتيجي في حضنها؟ فاكر وهي بترضعك؟ ولذلك يا جماعة من حلاوة القرآن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. شوفوا كل كلام القرآن على الأب والأم طبطبة على الولاد. يا ولاد مش كده، يا ولاد أبوك أمك. ووصينا الإنسان بوالديه، خلي بالك بالاثنين الأب والأم، حسنا. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. إيه ده؟ إيه التركيبة دي؟ جاب الوالدين في الأول وجاب الوالدين في الآخر وفي النص حط مين؟ الأم. ليه؟ أصل أنت عادة ما شفتش أمك عملت إيه؟ أنت بتشوف أبوك وهو بيشتغل عشان يجيب لك الفلوس فحاسس أبوك بيعمل إيه؟ لكن أنت نسيت أمك بتعمل إيه؟ ففكرك قال لك ووصينا الإنسان بوالديه وفي الآخر أن اشكر لي ولوالديك وفي النص ذكر الأم بس. وأما فكرك الأم بأكتر حاجتين عملتها إيه اللي هي أكتر حاجتين عملتها؟ حملته أمه وهنا على وهن، دي تعذبت عشانك تعذيب. وفصلوه في عامين، فكروا بالحمل وفكروا بالرضاعة. الحاجتين اللي أنت ما شفتهمش فربنا حطهم لك في القرآن أهم. حاول بقى تشغل الذاكرة واتفرج على أي طفل. عايزين يا شباب تحسوا، شوف أي طفل وهو أمه بتربيه وافتكر ان انت كنت كده. ودلوقتي بعد ما ابوك وامك، انتوا عارفين زي ايه يا جماعه؟ عارف الفرخ الصغير اللي طالع من البيضه، الطير الصغير لما يقعد ياكل في البيضه لغايه ما تتكسر البيضه وتبقى قشره وتقع. احنا بنقعد ناخد خير ابونا وامنا، ناكل خيرهم لغايه ما يعجزوا ويقعوا. هي كده. عارف النبته اللي طالعه اللي تقعد تمص الغذاء من الحبه لغايه ما الحبه تتفتفت وتشيخ والنبته تطلع وتكبر؟ اهو احنا بنعمل كده مع ربنا، ودي سنه الحياه. بس اوعى تدوس الحبه وترميها في الزباله، اوعى تمسك القشره وتكسرها وترميها. دي قشره، القشره دي هي اللي طلعت الطير، الحبه دي هي اللي طلعت النبته. اوعى تعمل كده مع ابوك وامك. عشان كده ربنا دايما بيفكرك بذكريات الطفوله. حملته امه وفصاله في عامين. مش بقول لك انا مش جاي، انا صحيح ابتديت معاكم قلت لكم 7 و3، انا فعلا ابتديت كده بس عشان الناس تحس. بس انا ما كنتش احب ابتدي البدايه دي، انا كنت احب ابتدي طبطب ابوك وامك. ابوك حس يا اخي ذكريات الطفوله والام الشيخوخه وبينهم واخفض لهما جناح الذل. ذل نفسك بقى يا جماعه. أنا عايز أبدأ من هنا لغاية ما نخلص الحلقة بقول لكم على الحنان والعطف، إزاي نعطف وإزاي نحن. عارفين الثلاثة اللي اتقفل عليهم باب الغار؟ عايزين نقلد واحد من الثلاثة دول. اتقفل عليهم باب الغار، غار دخلوا غار يناموا فاتقفل عليهم الباب، صخرة نزلت قامت سد باب الغار يزقوها، صخرة ضخمة مش عارفين يزقوها. فقالوا لنفسهم كل واحد يقول لربنا أحسن حاجة هو عملها في حياته، لعل ربنا لما يقول. فالأولاني قال أنا حصل كذا، قامت الصخرة اتفتحت شوية. فالتاني قال انا عملت كذا، فالصخره اتفتحت شويه لكن ما يعرفوش يطلعوا. فجه التالت قال يا رب اما انا فكان لي والدين فكنت اسقي اللبن، احلب اللبن واتيهما فاسقيهما كل ليله، وفي ليله
تأخرت عليهما. كل ليلة يا جماعة في ناس ما بتزورش أهلها بهالها أسبوعين وثلاثة حتى في رمضان، في ناس مغتربين برا مصر أو برا بلادهم أو برا المغرب ما بيرفعوش التليفون يقولك أصل أنا بوفر فلوس، ما بيرفعش التليفون يقول لأمه إزيك يا أمي كل يومين ولا كل يوم ولا كل أسبوع، كل يوم بيجيب الحليب يسقيهم، يحط الحليب قدامهم يسقيهم. فجيت يا رب في يوم جيت بالحليب متأخر فلقيت أبويا وأمي ناموا العشاء، وانا جايب حليب لولادي وحليب لابويا وامي، بس ما بسقيش ولادي كل يوم الا بعد ما ابويا وامي يشربوا، وابويا وامي عجزوا فناموا، فقلبي وجعني الحنان. ليه ناموا من غير ما اشربهم؟ يا ده احنا بقينا قاسيين قوي، ناموا من غير ما اسقيهم بايديا. طب ناموا من الجوع، والله لفضل واقف لغايه ما يصحوا، ففضل واقف بالحليب على، شوفوا قرنه دون باللي احنا بنعمله، فضل واقف بالحليب على باب ابوه وامه واولاده يبكوا ويشدوا في هدومه وهو واقف بالحليب حتى استيقظا فسقيتهما. اللهم ان كنت قد قبلت مني هذا العمل ففرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة وقعت وتوسعت الصخرة فخرجت ثلاثة بايه؟ بدي. يجي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ اصاحب مين؟ يعني مين نوع الصحاب؟ هو راجل بيسال على الصحاب على الرجال، اصاحب مين من الناس؟ قال امك. حد مصاحب امه؟ يا جماعه النبي بيقول كده صاحبهما، حتى القران دايما يقول كده وصاحبهما في الدنيا معروفا. شوف الحنيه والرقه. صاحب مين؟ اصاحب مين؟ اصاحب مين يا جماعه؟ والله انتوا عارفين مين المفروض يبكي دلوقتي؟ اللي ابوه وامه ماتوا. عارفين مين المفروض يبكي دلوقتي؟ اللي ابوه مغضبانين. عارفين المفروض يبكي دلوقتي؟ اللي ما بيعملش كده. فهو يعني يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. يا رسول الله انا بسال على الصحاب، على الصحاب. قلت ثم من؟ قال امك، هي دي اللي تصاحبها. شوف احنا كلنا بنهرب على الصحاب ونسيب امهاتنا. غلط. النبي بتحب النبي؟ فاكر درس امبارح؟ والله انا عشان كده بقول النهارده بر الوالدين بقى. لو بتحب النبي اسمع الكلام بالله عليك، صاحب امك روح كده. يعني ايه صاحبها؟ عارف بتتكلم مع اصحابك ازاي؟ يا امي انا عايز احكي لك اخباري، وانا حصل كذا وحصل كذا وحصل لي كذا وظروفي كذا ووضعي كذا، انت ايه رايك؟ صاحب امك. يا رسول الله اصاحب مين؟ امك. ثم من؟ امك. قلت ثم من؟ طب قال امك. قلت ثم من؟ قال ابوك. احكي اول ما تحكي وتصاحب صاحب ذنوب بعدين كده الصحاب. ده الواجب العملي بتاع النهارده، هنصاحب ابائنا وامهاتنا، وعد علينا نصاحب ابائنا وامهاتنا. امك ثم. طب ليه قال امك ثلاث مرات؟ واحده للحمل وواحده للوضع والثالثه للرضاعه. ذكريات الطفوله، ذكريات الطفوله. انا ما حسيتش بابويا وامي الا لما شفت ابني متعلق بيا قد ايه، وابص له واقول يا ترى ده لما يكبر هيبقى مش عايزني. يا فخفت. يا جماعه خلي بالكم، عايزين الحنان ده يطلع. عايزين حنان يطلع زي مين؟ عايزين حنان يطلع ملوش منتهى زي الراجل اللي راح يحج وشايل امه على كتافه. شوفوا الحنيه، واخد امه على كتفه صحابي فشايل امه على كتافه. احنا بعيد قوي يا جماعه، لا احنا لازم نزود، احنا في رمضان. شايل امه على كتافه فبيقول له يا رسول الله اتراني قد وفيت لها حقها؟ فقال ولا بطلقه من طلقات الحمل. شوفوا برضه ذكرياته، ولا بطلقه عشان قلبك يحن. فقال كيف يا رسول الله؟ فقال حملتها وأنت تتمنى لها الموت وحملتك وهي تتمنى لك الحياة. صح؟ أنت شايلها وبتقول أنت تموت وهي شالتك وهي بتقول يا رب يعيش. شوفوا النبي، شوف حلاوة الدنيا. رق يا أخي بقى، رق للي شالتك، للي حملتك، للي ضحى بحياته عشان النبتة تطلع، عشان الفرخ يطلع من القشرة. اللي عمل كده عشانك. ياما امهات متغربه وياما اباء متغربين عشان انت تاكل، ياما اباء بيشتغل 24 ساعه عشان انت تعيش. يستحق منك ايه الجحود ده؟ ايه القسوه دي؟ ايه القلب القاسي ده؟ ليه كده؟ تطنشهم بعد ما كبروا؟ تكسر قلبهم؟ تدمع عينيهم؟ تخلي ابوك وامك يعيطوا؟ والله يا شباب تنزل دمعه ام في كفه السيئات تبقى أسوأ من ذنوب سنه. ينزل احمرار وش في كف اب في كفه السيئات عشان ابنه بيسقط وما بيسمعش كلامه في كفه السيئات يبقى اسوأ من الف ذنب وذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يجي له شاب يقول له يا رسول الله جئت ابايعك على الاسلام وعلى الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي ويحك احي ابواك؟ شوف النبي واحد بيقول له انا جاي انصر الاسلام، ابوك وامك حيين؟ فقال نعم.
نعم وقد تركتهما يبكيان لأني سأخرج معك إلى الجهاد. فقال له النبي، بص النبي عمل إيه، فوثب النبي وقال ويحك اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. اذهب فأضحكهما، لازم تضحكهم. حد يا جماعة، حد يا جماعة حاطط في نيته والله لما ضحك أبويا وأمي، حد بيفكر بالطريقة دي؟ الإمام الشافعي كان لما يجي ياكل ما يرضاش ياكل لغاية ما تقوم وتخلص أكل، يقول أخاف أمد إيدي قبل إيدها فاكل لقمة هي كان نفسها فيها. أنت متخيل يا جماعة؟ أوعى تكسر قلب أبوك وأمك، أوعى تكسر قلوبهم. مسألة إن هم يناموا غضبانين، مسألة إن قلوبهم تتكسر، حتى لو عصاة، حتى لو مش متدينين. أسماء تقول له يا رسول الله إن أمي جاءت مشركة، أأبر أمي؟ أصلها يا رسول الله؟ قال نعم يا أسماء صلي أمك. مش الشباب المتدين دلوقتي يقول لك أصلهم عصاة فأنا بوريهم. ده سيدنا إبراهيم بيقول لأبا يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي. مش نقول أصلهم مش متدين لازم أوريهم، أنت عاق وتدينك ده مش هينفعك. يعني أنا هحكي لكم قصة عجيبة، كان في واحد ترقق قلوبكم على الأبوين، كان في واحد اسمه أمية بن السكر. أمية بن السكر له ابن اسمه كلاب، كلاب ابن من أبنائه، فأمية بن السكر ده ابنه الوحيد. أمية بن السكر كان بيخرج يجاهد في سبيل الله لغاية ما كبر وعجز، فنادى عمر بن الخطاب للجهاد، فقام أمية فقال يا أمير المؤمنين أريد القتال ولكني صرت عجوزا فلا أستطيع. فقال له لا عليك يا أمية. فقام ابنه كلاب وقال يا أمير المؤمنين أنا أبيع نفسي لله وأشتري الجنة. فتعلق أبو بي وقال يا كلاب لا تدع شيخين عجوزين. أنا بس بحكي الحكاية دي يا أخي رقق قلبك شوية بقى، اسمع القصة دي واسمع أحاسيس الأب عاملة إزاي. لا تدع شيخين عجوزين. فقال يا أبتي دعني للجنة. فقال يا بني ومن للأيدي المرتعشة، والإيدين اللي بتترعش دي لها مين؟ فقال يا أبتي إنها الجنة دعني. الأب لما لقى ابنه كده قال اذهب يا بني فافعل ما شئت. فطلع للجهاد، فكان الأب والأم يخرجوا كل يوم للمكان اللي طلع منه كلاب يبكوا لغاية المغرب ويعودوا. ده حال الأباء والأمهات حتى لو ما نطقوش، حتى لو قلت أصل أبويا وأمي أسين والله كده. فبكى الأب والأم لحال كلاب لغاية في يوم لقى الأب حمامة وحواليها أولادها بتأكلهم في بقهم، فبكى بكاء شديد وأنشد يقول شعر جميل قوي، لمن من لشيخان قد نشد كلابا كتاب الله لو قبل الكتاب، لو كان بيقرأ الكتاب على ابنه، أناديه فيعرض في إباء وأمسك، أناديك فيعرض في إباء فلا وأبي كلاب ما أصاب. غلطان يا كلاب في أن أنت سبتني ومشيت، تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي، لو بتدور على الأجر في حتة غيري، كباغ الماء يتبع السرابة. وبعدين أم قايل سأستعدي على الفاروق ربا، أنا حدعي على الفاروق إن الفاروق لم يرجع كلابه. فسيدنا عمر الخطاب نادى يرجع كلاب، فرجع كلاب. فقال يا كلاب قبل ما تروح لأبوك وأمك، أبوه لسه ما يعرفوش، أبوه بكى لغاية ما بقى أعمى. فقال يا كلاب دلني كيف كنت تبر أبوك وأمك؟ فقال يا أمير المؤمنين كنت أأتي بالضرع أجيب الناقة فأجعلها تستريح ليستقر اللبن، ثم أغسل الضرع بالماء ليبرد الماء داخل الضرع، ثم أحلب فأسقي أبي. فقال النبي أمكث حتى لا يراك، حتى عندما يأتي أبوك ما يعرفش أنك جيت. ونادى أبوه، أبوه جاي بقى رجل منحني، فقال يا أبا كلاب ماذا تتمنى؟ قال لم يعد لي في الدنيا شيء. حاسين باحتياج الأب، لا أريد لا خير ولا شر. فقال اصدقني القول، قال والله ما أبغي إلا كلاب، فأشمه شمه وأضمه ضمه قبل أن أموت. فقال انتظر، وقال لكلاب احلب زي ما كنت بتحلب، وأم جايب له اللبن وقال اشرب يا أمية. فشم اللبن فقال أشم رائحة يدي كلاب. فقال أخرج يا كلاب، فاحتضنه وقال يا بني أقاسي قلبك لتدع أباك؟ خذ الأجر مني أعطيك الثواب كالجهاد. فقال عمر صدقت يا أمية، إلزم أبواك فهما جنتك ونارك، دول جنتك ودول نارك. وبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أنا كنت ماشي مرة مع واحد مصري دكتور في الجامعة في لندن في شارع أوكسفورد ستريت، والله العظيم يا جماعة
رباط جزم تابوت فك، فنزل على الأرض قال له استنى يا بابا، ونزل على الأرض يربط لأبوه الجزمة في وسط أكسفورد وهو دكتور في جامعة من أكبر جامعات إنجلترا. أنا شفت رجال أعمال الخير ما بيزيدش معاهم غير لما بيصرفوا ويقفوا جنب أهليهم، شفت كبار رجال أعمال ما بيستعرش من أبوه، أبوه ماشي على كرسي متحرك يشيل أبوه يروح أفخر من المطاعم، أبوه يقعد في وسط الناس قبلي. عشان كده بقوا رجال أعمال وربنا رزقهم فلوس. يا جماعة بروا أبائكم تبركم أبنائكم. أنا عمري ما حنسى قصة الولد اللي أبوه وأمه كانوا جدهم كان راجل عجز، فكانوا يجيبوا الصيني يأكلوا هم فيه، وجدهم عشان عجز بتقع منه الصيني يتكسر، فجابوا له كوباية بلاستيك وطبق بلاستيك ومعلقة وشوكة بلاستيك عشان الراجل عجز. ففضل الراجل الجد قلبه وجعه إن ده بيحصل معاه، وقلبه بيتقطع لغاية ما مات. فلما مات الأب قال لابنه، لا ابنه واخد الكوباية البلاستيك والطبق البلاستيك بيخبيها في قطه، فقال له بتعمل ايه؟ قال له يا بابا بشيلها لك علشان لما تكبر أأكلك وشربك فيهم. ده اللي بيحصل معانا يا جماعة. لسه قلوبكم ما حنتش؟ حنوا بقى، حنوا بقى بالله عليكم يا جماعة. النهاردة روح صاحبهم، ما تيجوا بوس ايديهم يا جماعة، ده بوس الايد ده غالي قوي، ده منتهى الذل. بوس ايديهم، روح طبطب، لازم نرضيهم النهاردة. يبقى الوصية النهاردة حنرضي أبائنا وأمهاتنا، حنرضيهم بأي طريقة. الواجب العملي النهاردة كل واحد حيدور على أبوه وأمه يبوس الإيد ويطفطف ويخرج ويقولهم سامحوني، واللي غلطان لازم نرضي أبائنا وأمهاتنا. الليلة دي يعني يا جماعة ليلة إرضاء أب وأم ويا أخي، ونضمن إن إحنا خلصنا من السبعة والثلاثة ونرضى رضا ربنا. وعد يا جماعة الليلة دي حيرضوا. إني داع فأمنوا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، رضهما عنا يا رب، رضهما عنا يا رب، رضهما عنا يا رب. نقسم عليك أن ترزقنا بر الآباء الليلة يا رب، الليلة يا رب، الليلة يا رب. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.